الموسم العاشر عبقرية المدارس ومباراة مهمة في دور الستاشر، وهفكركم بالنتيجة 115 منارة مودرن، 40 سويدي الرسمية. محمد عبد الشافي، ازيك يا محمد؟ الحمد لله تمام، ازي حضرتك؟ محمد عايز تبقى مهندس ميكانيكا. بالظبط. اشمعنى مهندس ميكانيكا؟ ميكانيكا تخصص سيارات، اصل انا من صغري وانا بحب السيارات جدا، ولما بشوف اي عربيه بتعجبني قوي يعني، وبتخليني مبسوط وراها. ايه العربيه اللي انت بتحلم ان انت تشتغل في تصليحها او في تصنيعها؟ ايه؟ بي ام ودوج. جميل جدا، ده حلمك وناوي تحققه باذن الله ان شاء الله، ربنا يوفقك يا محمد. ودلوقتي مع اخر فقره، واللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور الثمانيه، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. سؤالين لكل مدرسة. مارينا، فضلي مارينا عماد. والسؤال الأول لمنارة مودرن، هنشوف السؤال الأول موضوعه إيه. فنون. سؤال في الفنون، يا ترى السؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20 نقطة. فنون، والسؤال هو من هو مخرج مسلسل المال والبنون؟ من هو مخرج مسلسل المال والبنون؟ طبعا لو الإجابة صح ألف مبروك، منارة مودرن اتأهلتوا لدور الثمانية. إجابتك؟ مجدي أبو عميرة. أليه صباط، مجدي أبو عميرة. إجابة صحيحة، مجدي أبو عميرة الإجابة صحيحة. برافو عليك يا ليسا باط، 20 نقطة، والنتيجة اتغيرت، وألف مبروك اتأهلتوا لدور الثمانية. مدرسة سويدي الشرقية هارد لك، ولكن واضح إن منارة مودرن كانوا جاهزين لماتش النهاردة أكتر منكم، صح ولا غلط؟ صح. هارد لك. سؤال التاني تقع، تفضلي يا تقع. هنشوف تقع والسؤال التاني وموضوع السؤال ايه. سؤال في الرياضة، سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 30. دوس على البازل. رياضة، والسؤال هو ما هو فريق كرة القدم الإنجليزي الذي كان يحمل اسم سانت ماركس؟ ما هو فريق كرة القدم الإنجليزي الذي كان يحمل اسم سانت ماركس؟ محمد إيهاب، إجابتك؟ تشيلسي. تشيلسي، إجابة خاطئة، مش تشيلسي. عمر تامر، مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد، عمر تامر، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة مانشستر سيتي. طيب السؤال الثالث، عبد الله مصطفى، تفضل يا عبد الله. هنشوف السؤال الثالث وموضوع السؤال إيه. جوكر. جوكر يا عبد الله، برافو عليك، قولي تحبي تسأله في ايه؟ قدرات. قدرات ذهنية، تمام. سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 30. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل مسألة الآتية: 22 في 3 زائد 44 في 5 ناقص 6 يساوي كام؟ سبع ثواني. عمر، إجابتك؟ 280. 280 يا عمر، إجابة صحيحة. 280 هي الإجابة الصحيحة، بكل النتيجة منارة مودرن 165، سويدي الرسمية 40. الحقيقة مش هو ده مستوى السويدي الرسمية على الإطلاق خالص، ولكن ما يمنعش إن أنتوا تستعدوا وترجعوا تاني. آخر سؤال، سيف سيد. سيف، اتفضل.
سيف سيد، والسؤال الرابع والأخير لمدرسة السويدي بالشرقية. شكرا يا سيف، ارجع مكانك. لا وكمان مش يومكم، تحبوا يتسألوا في ايه؟ هم اللي يختاروا موضوع السؤال. تختاروا موضوع السؤال. تحبوا تتسألوا في ايه؟ شهد، تحبوا تتسألوا في ايه؟ قدرات ذهنية. والسؤال هو حل مسألة الآتية: 30 في 3 زائد 33 على 3 ناقص 3 يساوي كام؟ شهد 98. يا شهد إجابة صحيحة. 98 إجابة صحيحة، برافو عليك يا شهد، 20 نقطة. وبكده نتيجة 60 السويدي الرسمية بالشرقية، 165 منارة مودرن بالقاهرة. سويدي الشرقية هارد لك، النهاردة ما كانش يومكم، وانا متاكد ان مش هو ده مستواكم، لان انا عارف مدرسه السويدي كويس جدا. هارد لك مدرسه السويدي بالشرقيه، والحقيقه كلنا. وعمر تامر افضل لاعب في ماتش النهارده ب 40 نقطه. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 225 نقطة، وكل نقطة ب 5000 جنيه، بما يساوي 1,125,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 15,945,000 جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. منارة مودرن مبروك، لعبت مباراة قوية، وهشوفكوا تاني في دور الثمانية. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.